السلام عليكم تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ سامري نمبر 2، خلاصة في الفيزياء. يلا نتكلم من المنكش. المرة دي في النمبر 2 اتكلمنا عن الريزيستنس، صح كده؟ اتفقنا يا جدعان ان الريزيستنس بتيجي مبدئيا من حاجتين، او الريزيستيفيتي بتيجي من حاجتين، كان يعني هما الحاجتين. يعني مين اللي نتكلم عن الريزيستنس؟ يلا باشا، يلا توكلنا على الله سم ولا كده. ماشي يلا باشا، زيرو وزيرو اتفقنا يا باشا. يا اما عندنا الواير، ادي الواير بتاع حضرتك اهو، والالكترو ربنا كرمها الحمد لله وعايزه تجري، فنقدر نقول ان احنا عندنا هنا في اتوميه كده. الاتوميه دي جواها في النص نيوكلس، النيوكلس اللي انا رسمتها دي حبيب قلبي ادي بوزيتيف. ماشي، على فكره الالكترون ايه يا رجالها؟ نيجاتيف. حلو، فانا عايز اقول بس فكرني كده، ايوه، ان البوزيتيف النيجاتيف بيشد، او بيشد النيجاتيف. ماشي، فانت الالكترون وهي عايزه تمشي حبيب قلبي مش عارفه تمشي، طيب هتعمل ايه؟ فعشان كده هي بتتعطل، فهي دي الريزيستيفيتي بتاع الماتيريال. وعلى حسب كل ماتيريال كوندكتنج او نون كوندكتنج هي التشابك بتاعك ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. فاتفقنا الريزيستيفيتي حبيب قلبي هي التشابك، قشطه، فهي نقدر نقول ما هتلاقيها، قشطه، هي التشابك بتاعك. ماشي، دي اول حته، دي بتعتمد على الكايند اوف ماتيريال. كان عندنا بقى كذا ماتيريال نقدر نتكلم عليها، ادي عامل التاتش اهي، لو انا عندي بوده وعندي الومنيوم او عندي كبر، اتفقنا كل واحده والتشابك بتاعها. ماشي، ماله بقى الوود حبيب قلبي؟ لو احنا بنتكلم على البروتون او النيوكليس البوزيتيف مع الالكترون اللي جايه تجري، اتفقنا ان هنا التشابك بتاعها صعيدي، فبيجي يوم ما يمسك بيمسك بغباوه. على حسب كل واحده، عشان دي نون كوندكتنج فالريزستيفيتي بتاعتها عاليه، الماتيريال دي ملهاش دعوه بقى ولا لينس ولا اريا. حبيب قلبي التشابك بتاعك هنا غبي جدا في التعامل، غبي جدا. طيب الالومنيوم برضو نرجع نقول نفس الكلام، ادي البوزيتيف والالكترون اللي جايه تمشي، احنا كل ده فيها تشابك، ريزيستيفيتي ماتيريال، ريزيستيفيتي ماتيريال. ماشي، فحضرتك يا باشا التشابك بتاعك هنا ادي شويه ايه صغير، دول مدينه نصر كده تحس ان هم ماسكين، ها ماسكه، فاهم، قابل كده، استغفر الله العظيم. الناحيه الثانيه حبيب قلبي لما نيجي نتكلم، ادي البوزيتيف وادي الالكترونيه البسيطه حبيب قلبي، دول شباب يعني فاهم مش ماسك خالص، دول زي ما اتفقنا لما اخذ حبايب قلبي بتوع المعادي، ها حبيب قلبي تلاقي ايه ماسكه كده ايه فرافيري، فالكبر الماسكه بتاعتك ضعيفه جدا، اي كهرباء هتلاقي الالكترون بدات تجري. فهو على حسب كل ماتيريال، النون كوندكتنج الماسكه بتاعتهم جامده، الكوندكتنج الماسكه بتاعتهم قليله، عشان عايز اصلا مفيش ماسكه، انا عايز الالكترون ايه يا رجاله تجري، الاي قدام الار لورا، خلصانه؟ ماشي ماشي، نكمل يا صاحبي. فده كده كان الكايند اوف ماتيريال. تاني حاجه بقى يا صاحبي التمبريتشر. ماشي، التمبريتشر برضو بيغير في الماتيريال بتاع حضرتك، اتفقنا بقصه بسيطه سيكونس ورا بعضيها. التمبريتشر بتاعت حضرتك لما بتزيد ايه اللي بيحصل؟ كان وريتها لكم في الفيديو، اوكي، انا معايا واير على فكره في مولكيولز كتيره جدا، ماشي، والالكترون حبيب قلبي برضو وهي بتبدا ايه يا رجاله عايزه تتحرك من هنا لهنا. ماشي، على حسب بقى المولكيولز بتاعت حضرتك دي، احنا عندنا كاتوم او كمولكيولز عندنا في المنهج مولكيولز، انت لما بتزود التمبريتشر الناس المولكيولز دول بيجين انرجي، بياخد انرجي. حلو، فبيبدا يا باشا الباشا دي تبدا تطلع فوق وتحت، تبدا تعمل فايبريشن. طيب وهي بتعمل فايبريشن هل هتخبط في الالكترون ولا مش تخبط؟ انا كل همي ان الالكترون دي تمشي، بس احنا زي ما اتفقنا التمبريتشر لما بتزيد الفايبريشن بتاعك بيبدا ايه يزيد، الفايبريشن بتاعك بيبدا يزيد، فبيعمل كوليجن اكتر، فالكوليجن بتاع حضرتك بيبدا يزيد، فايبريشن اكتر كوليجن اكتر، الماتيريال تبدا تخبط اكتر، فعشان كده بيبدا يتعطل. نكمل بقى العكس، طب لما الدنيا تسقع التمبريتشر لما بتقل، ايوه التمبريتشر لما بتقل ايه اللي بيحصل؟ بنبدا نتجمد ونبدا نشوف الالكترون وهي ماشيه مش عارف انا اخبط، مش عارف اخبط فيها، المولكيولز بتفضل في مكانها، فالدنيا الالكترونز اللي فوق اتفقنا هتبدا ايه تمشي براحتها، فتقدر الدنيا تبدا تتحرك زي السلام عليكم، فالتمبريتشر تبدا تقل، فالالكترون هتبدا يعني تتحرك، فاهمني؟ لان الفايبريشن بيبدا يقل، فالكوليجن هيبدا يقل، فالريزستيفيتي بتاعت الماتيريال هتبدا تقل، والالكترون هتقدر ايه يا رجاله تتحرك براحتها، فاهمني؟ فدي حته الايه التمبريتشر، فعباره عن الريزستيفيتي هي جوه الريزيستنت، ما بيعنيها هي جوه الريزيستنت. ماشي، فهي مجرد يا جدعان ابوس ايديكوا الحاجتين دول تشابك وايه
وتمبريتشر بيزود الفايبريشن. ماشي. طيب دي كده الريزستيفتي بتاعت حضرتك. اما بقى الريزيست اللي صح يا صاحبي فهي الرخامه. الرخامه عامه رخامه كماتيريال او حاجات تانية. اوكي. فالرخامه كحاجات تانية زي اللينس وزي مين يا رجاله زي الاريا. ادي يا عم اتفقنا الكولوم بتاعك زي ما اتفقنا. استغفر الله العظيم. رولا سعد. اوكي. فرولا سعد دي عسليه. تمام. ربنا يوفقها يا رب. خلاص. فادي صاحبك يا معلم مين رولا. ماشي. مالها بقى رولا؟ اتفقنا الماتيريال طبعا طبعا سواء الفول الماتيريال لو رخامتها كتيره فاكيد الرخامه بتاعتك كريزيستر هتبدا ايه تبقى كتير. ادي اول تاتش. نخش على اللي بعده. ريزيستيفتي تعلى الار تزيد الاي تي ال ده بسبب التشابك عامه كماتيريال. ماشي. ده اول تاتش. نتكلم بقى على اللينس. اتفقنا ان انت الواير تفكر كده لو اللينس زاد ده كده هتلاقي وانت ماشي في رخامه في حاجه اسمها ريزيستنت الرخامه. ماشي. ده لازم نكون مترجمينها اللي هي عم مين اللي عملها في الحصه اللي قبل كده عم اوم. ماشي. ماشي. دي لازم وانت ماشي بتبدا تعطل لك وقتك واتفقنا بكل الاشكال ان هي انفرس. اوكي. انت وانت ماشي الكهرباء بتمشيش بسهوله وانت ماشي في ثانويه الدنيا مش بتبقى كلها سلكان صح كده. فاتفقنا زي ما اتفقنا اهو الفي ايكوال اي في الار. اجمع حالك اهي هات لي العلاقه بين الاي والار دول كده بعد اذن حضرتك. دول علاقه في الحلال ولا علاقه في الحرام؟ دول علاقه في الحرام لان مش بينهم محرم. المحرم بتاعنا اقسم بالله الايكوال. نزل لي يا صاحبي مثلا الار او اي حاجه هننزل يا عم الاي مفيش مشكله. ففي على اي ايكوال الار. فلو سمحت ابوس ايديكم الار والاي. ادي يا صاحبي ايه يا رجاله انفرس مع بعض. نترجم الحته النظيفه دي ابوس ايديكم. ماشي. فخلاص خلصنا الار والاي انفرس ايه مع بعض. خلصنا بالشياكه خلصان. ماشي. فطبعا انا لو الرخامه بتاع الماتيريال ذات نفسها بتعطل الالكترو فالاي هتمشي ايه بالراحه. ماشي. طبعا انا بقى لو زودت اللينس هقابل رخامات اكتر. ماشي. فانا لو زودت اللينس هقابل رخامات اكتر. يعني بقى افرض انا قلت لك بدل ما سنويه هي ماشي بدل ما هي 10 اشهر هي شهر واحد. فاهمني؟ فلو هي شهر واحد اللينس بتاعها قليل فيبقى رخامتها قليله. بس هي ايه الرخامه في الثانويه؟ ان هي عباره عن 10 اشهر فاللينس كبير فالرخامه ايه كبيره بتفضل تخبط مع انها ممكن تكون نفس الليفل في كل الشهور بس حبيب قلبي بتفضل تخبط طول ما انت ايه ماشي. ولو انا قلت لك ان هي 10 سنين ثانويه حضرتك هتبدا تنتحر من دلوقتي لان اللينس كل ما بيكبر كل ما هي صاحبها الرخامه هتبدا ايه تقل. يلا باشا. فده كده والنبي اللينس يكبر هتلاقيش كهرباء. اللينس يقل الرخامه هتقل والاي هتبدا تزيد. فهنا اهي اللينس زاد الار يزيد الاي ايه هتقل. الشارع يا معلم يطول زي ما شرحت لكم بقى في الحصه. لو الشارع طول هتقابل رخامه ايه يا رجاله اكتر. بدل ما تمشي تقابل توك توك هتلاقي ام تلاقي لا اله الا الله ايه كتير قد كده. الاريا بقى يا باشا الاريا زي ما قلنا الحاجه الوحيده اللي ايه اللي شمال. الحاجه الوحيده اللي شمال في القصه حبيب قلبي دول كده يا صاحبي ايه انفرس. ماشي. مالها بقى انفرس؟ الاريا حبيب قلبي لما تقل الرخامه حبيب قلبي ايه تزيد. نكمل برضو على ثانويه خلينا بره اكزامبلز بتاعتنا. نكمل يا صاحبي على ثانويه. ثانويه انت يا صاحبي لو ماشي الدنيا عندك في البيت بيوسعوها عليك هتلاقي الرخامه اقل. لكن لو هم مضايقين عليك واعمل وانت غلطان واي حاجه ونقعد نرخم عليك صباح الفل حبيب قلبي الرخامه هتبدا ايه تزيد. نقول تاني شارع بقى اللي قلت لكم في الحصه شارع ضيق الرخامه اكيد فيه هتكون عاليه. شارع الاريا بتاعته ضيقه الرخامه هتكون عاليه. ماما لما بتحبك بتقول لك ايه ربنا يضيقها عليك ولا ربنا يوسعها عليك؟ ربنا يوسعها عليك. فعشان كده الرخامه بتبدا تقل في الدنيا والدنيا تبدا تمشي. لكن لما ماما قالت ربنا يضيقها عليك ها رخامه الدنيا ايه فاهمني دي خلاص ربنا يوسعها عليك. خلاص لو ربنا يضيقها عليك رخامه الدنيا هتبدا تزيد ومفيش كهرباء هتمشي خلاص. فالشارع واسع يعني اريا رخامه الار ايه يا رجاله هتقل. وكل دول حبيب قلبي بالايه بالام. خلصانه؟ ماشي. اتفقنا بقى في حته مهمه تقيله في البلد قبل ما نخش على اي حاجه قبل ما نخش على ريشيو. تمام. تعالى برضو قبل ما نخش برضو على حته تقيله في البلد تعالى نقفل الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي مجرد ان هم مش عاجبهم حرف الريزستيفيتي لان انا مش جاي اقيس انا بتعطل قد ايه انا جاي اشوف الناس دي بتوصل قد ايه بحيث ان الكبر بدل ما اقول الكبر دي جود كوندكتور حاجه كويسه جود كوندكتور الكبر بدل ما اقول ان رخامته ضعيفه تخيل حاجه نظيفه بقول لك انت ايه انت نقصت كام درجه. طب ما تقول لي الدرجه وخلاص حبيب قلبي انت جايب مثلا 9 من 10 ده كبر واد جود اهو جود كوندكتور اقول لك انت 1 من 10 ليه يا حبيب قلبي ليه بتقول لي 1 من 10 بتقول لي انا جايب 9 من 10 يعني انا من الاخر بدل ما اقول اللي انا نقصته انا واحد جايب 9 من 10 واحد جود كوندكتور زي الكبر. نعيد تاني الكلام اهو جود كوندكتور زي حضرتك كده حضرتك جايب 9 من 10
فبدل ما اديلك في الكويز 9 من 10 قمت مديلك 1 من 10. ليه؟ لان بحسب اللي بينقصك. طب ليه بتحسب اللي بتنقص يا مستر؟ طب ما نحسب ان انا فعلا جبت 9 من 10 عشان ارجع للحاجه تبقى الدنيا مبسوطه، فاهمني؟ فهو بالظبط الريزستيفتي. الجود كوندكتور بنديله ريزستيفتي رقم قليل لان هو جود كوندكتور، لان هو ما عندوش تشابك فعلا. فبدل ما اديله رقم ريزستيفتي قليل فبديله ان هو عنده كوندكتيفتي عاليه. فبكل بساطه يبقى كبر جود كوندكتور كوندكتيفتي عاليه، فالرقم مظبوط. فعشان كده عملنا ترم حبيب قلب الكوندكتيفتي لمجرد ان انا بقلب رقم الريزستيفتي، بدل ما اقول 1 من 10 بقول 9 من 10، اقلب خلاص. فهي الكوندكتيفتي حبيب قلبي بتنطح زي ما اتفقنا عشان تمشي. حبيب قلبي كايند اوف ماتيريال والايه رجالها والتمبريتشر. ابوس ايديكم، دول من العظماء السبعه، ماشي؟ دول من العظماء الايه؟ السبعه. دول من العظماء السبعه، ماشي؟ حضرتك يا باشا ما تنساش عشان صباح الفل. مين العظماء السبعه؟ اتفقنا بقى يا صاحبي ان احنا عندنا كام حرف كده؟ عظماء ولاد لعيبه. القصه كالاتي، ان احنا عندنا ريزيستيفيتي، كوندكتيفيتي، ايوه، ايه تاني؟ بروبابيلتي وسنسيتيفيتي والام والال والاي والفانكشن في شابتر 5. دول حبيب قلبي ما لهمش دعوه بالقانون. دول كده حبيب قلبي نو رول، خلاص؟ ده مش جاي من القانون. دول جايين منين؟ جايين بالحب، يعني دول جايين بجد من الحب، ودول لازم يجوا في امتحان اخر السنه كده كده كل سنه. فحضرتك لازم تجمع. ما تيجي نجمع بقى لعبه كويسه وبعد كده ما نرجع للريشو يا قمر، خلاص؟ بص يا صاحبي، اتفقنا وعملناها في الحصه، ابوس ايديكم تجمعوها، ماشي؟ انا بسال على الاكس اكسس ولا على الواي اكسس؟ بسال على الواي اكسس. يعني السؤال كالاتي، لو انا غيرت في الاكس ايه اللي يحصل في الواي؟ هو السؤال كده بالظبط. لو انا بصوا الاي مهزقه زي ما اتفقنا بتتغير في كله، بس انا لو غيرت في الاكس، ليه لو غيرت في الاكس كل مره بغير في الاكس؟ لان الكيرف لازم يمشي لقدام، فالاكس لازم يتغير. ساعتها بقى الواي لو انا عملت مثلا حاجه زي كده اهو، فده كده ان معناه بصوا الاكس كده كده بيزيد اهو، كده كده الاكس بيزيد، بس هي ده كده معناه ان الواي حبيب قلبي اللي هو الار ده ثابت، اوكي؟ فاتفقنا بقى يا باشا، احنا يا جدعان مالناش في الشمال، احنا مالناش في الشمال، احنا ما مالناش، ما تنفعش ترجع كده تمشي كده اتس اوكي كده، نو كده لا، قشطه. افكرك بقى بالتاتش حبيب قلبي، الريزستيفيتي اول واحده في الشمال وبعد كده الريزيستن وبعد كده الاي، تمشي كده ما تمشيش كده، خلاص؟ الريزستيفيتي بتاثر في ار ودايركت، الار بتاثر في الاي والانفرس، الاي ما تاثرش في الار. ليه؟ لان الار يا معلم عباره بيأثر عليها الرو والال والاريا، لازم تكون مركزين فيها. والار ما تاثرش في الريزستيفيتي، ليه؟ لان الريزستيفيتي بتاثر فيها كايند اوف ماتيريال وايه رجالها وتمبريتشر. تعالى نمسك دي، اتفقنا يا صاحبي. بصوا هنمسك، انا همسك الحته دي الاول. لو انا يا جدعان عملتها لكم في الحصه قشطه، لو انا يا صاحبي عندي اقسم بالله ادي شارع وادي شارع، هغير في الريزستور واوريك ان هي تغير في الاي، ماشي؟ شارع فيه مطب وشارع فيه كذا مطب، قشطه؟ على فكره انا قصدي ان هنا في ريزيستن عاليه، يبقى انا اتكلمت في الاول على مين؟ على ان ريزيستن عاليه، ماشي؟ فده اول تاتش ان ريزيستن عاليه، ماشي؟ هات لي بقى، وهنا برضو ريزيستن ايه؟ قليله، يبقى انا بغير في مين يا حبيب قلبي؟ في الار. هو فعلا ممكن يغير في الاي عادي. مين اللي يمشي فيه عربيات اكتر؟ اكيد اللي فيه كذا مطب ولا مطب واحد؟ فهنا هتلاقي ان الاي والعربيات، مش ممكن نعمل كده؟ ادي عربيه حبيب قلبي عربيات اكتر، ماشي؟ هي اللي هتبدا تمشي عشان المطبات اقل، فالاي هتبدا يا حبيب قلبي ايه؟ تزيد، والمطبات الكتيره الاي هتبدا ايه يا رجاله؟ هتقل. بص الاسهم هي عكس بعض، لما غير في الار حبيب قلبي لو سال على الاي فالاي زي ما اتفقنا مهزقه، اي وقت يسال على الاي حبيب قلبي مهزقه، اي حد بيأثر فيها. الريزستيفتي لو اتغيرت هتغير في الار وهتغير في الاي، الاي مهزقه، الاي مهما عملت حبيب قلبي مهزقه، خلصانه؟ تمام، ماشي. العكس بقى برضو، الاي مهزقه لو انت غيرت في الاي، تيجي تغير في حد ما تغيرش في حد برضو، زي فاهم سيب من الناس كده، كل الناس بتغير فيهم وبيقعدوا يأثروا ويصدقوهم ويعيشوا حياتهم ويجوا يغيروا في الناس، ما لهمش اي تتلازم، محدش بيصدقهم، محدش يسمع كلامهم لان هو اصلا مهزق، خلاص؟ فالاي اتفقنا اهي مهزقه، تيجي الناحيه الثانيه غلط، تيجي الناحيه الثانيه غلط، خلاص؟ نعمل بقى العكس، نعمل العكس. لو انا معايا اهو شارع وادي عم شارع، الشارع ده اصلا شخصيا في مطب وشيء او مثلا مطبين اهو، ادي الشارع خلاص ده اصلا اهو. تعالى بقى نغير العربيات، لو انا دخلت عربيه واحده ادي الاي قليله، بدات بالاي، هل المطبات هتزيد، الرخامه هتزيد ولا هتقل؟ ماليش دعوه، العربيات ما بتاثرش على الشارع. طب انا لو زودت العربيات، جبت عربيتين يا صاحبي، ها
هتقولي كده المطبات هتزيد ولا هتقل؟ حبيب قلبي الشارع هو هو. هل العربية ما فيش في مطب في شارع الهرم فاهم ما بيخلص خلاص من زمان جبل بتطلع بنقة وبتنزل من ساعة ما اتولدت وهو موجود. فحبيب قلبي ها ملوش دعوة ملوش دعوة صاحبي خلاص. فالاي ما تأثرش في الار لان الار بتتأثر بان هم يكسروا الشارع غيروا الريزيستيفتي بتاع الشارع ماتيريال ذات غيرنا الماتيريال شخصية ماشي طولنا الشارع بدأ يطول يا نهار اسود. فلو طول هتلاقي رخام اكتر غيرت صغرت الاريا بتاع الشارع زي ما بيحصل كده دلوقتي برضه في الهرم ضيقنا خدنا حته ايه حاره واحده عشان ايه عشان المترو. فهو ده اللي يغير في رخامه الشارع ان هو يبهدله فاهم او ينضفه الشارع ربنا يكرم ان شاء الله قدام. فحبيب قلبي في الاول والاخر ها حبيب قلبي مش العربيات هي اللي تاثر على الشارع التكسير او التنظيف هو اللي ياثر على ايه على الشارع او طوله او الاريا بتاعته كبيره او صغيره. فهو ده رخامه الشارع. وبرضه الاسفلت بقى ده الماتيريال بتاع الاسفلت من الاخر. حبيب قلبي لو طولنا الشارع هيعملوا اسفلت لو قصرنا الشارع هيعملوا اسفلت لو كبرنا الاريا هيعملوا اسفلت ده ماتيريال خلاص. الاسفلت بقى ازاي يتغير ان هو يولعوا فيه يكسروا فيه خلاص يا يسخنوه فهو ده الحل. لكن ان انا اطول الشارع كلنسة او اريا او ارخم احط مطبات برضو هيتعمل اسفلت فده الماتيريال بتاع الشارع خلاص. فالريزيستان برضو الشارع ذات نفسه طولناه هيتعمل اسفلت برضه مش هيأثر. صغرنا الاريا بتاع الشارع حبيب قلبي هيتعمل اكتر. فالريزستيفتي ما تتغيرش الا بالمية بكايند اوف ماتيريال زي ما اتفقنا كبر طويل ولا كبر صغير هيبقى عنده ريزستيفتي اعلى. حبيب قلبي الاثنين كبر اشتا هو كده كده مين من المعادي حبيب قلبي بتوع المعادي ها حبيب قلبي هم هم والله العظيم مش هيفرق اي حاجه خلاص. قولوا لي على الله على الله جاهزه يا حاجه خلاص. فاحنا بنمشي يمين بنمشي يمين زي ما اتفقنا اشتا خلاص. الريزستيفتي بتاثر انت بتشوف الفاكتورز افكتنج بتوعك ماشي. الاي بقى زي ما اتفقنا بدل ما هي محطوطه على الواي اكسس افهم دول كويس جدي انا جايب لك عم دوني اخويا دوني خلاص. يلا باشا الاي بتاعتك اهي الاي والار الار بتاثر على الاي الاي مهزقه الاي مهزقه والله هتلاقي كله كيرفات اشتغل حبيب قلبي اتفضل. يلا يا باشا حبيب قلبي الاي والار الار بتاثر على الاي بالانفرس فهم العلاقه ما بينهم انفرس ماشي. الريزستيفتي بتاثر مع الاي لان اصلا الريزستيفتي دايركت مع الار والار هتاثر على الاي عادي جدا اللي بتاثر الواي اكسس ماشي. اللينس برضو نفس الكلام ال والار حبيب قلبي دايركت ايوه ال والار على فكره دايركت حلو. فالار يا باشا لما تزيد هو دايما احنا بنتكلم كاكس اكسس بيزيد ار لما تزيد الاي لازم هتقل فكلهم اهو. اعمل لي بقى الاريا الار والاريا انفرس فهنا هتبقى واحد على ار الاريا بروفيشنال واحد على ار حلو. فحبيب قلبي لو احنا اتكلمنا وانا على ار والاي حد يقول لي هتبقى ايه دايركت ولا انفرس؟ هتبقى دايركت لان اصلا الار والاي انفرس فيبقى وانا على ار مع الاي حبيب قلبي هتبقى ايه دايركت خلاص. فعلى فكره الاريا والاي كل ما الاريا زي التكييف عايز كهرباء كبيره في التكييف عايز كهرباء كبيره في التكييف هتحط لي سلوك الاريا بتاعتها سلك التكييف بيبقى كبير اريا كبيره عشان اديله ايه كهرباء كبيره ما توفرش وتجيب اريا صغيره هيفرقع في وشك ماشي. دلوقتي بقى انت الفكره بتعمل كده زي ما اتفقنا ده بيتاثر بالرو والال والاريا حبيب قلبي ادي الار وادي الايه وادي الاي. فحبيب قلبي هل الاي هل جزء من دول؟ لا. لو العربيات زادت اهو الكيرف بيزيد هل رخامه الشارع هتزيد؟ لا خلاص ملهاش دعوه المطبات هتفضل زي ما هي خلاص. فادي الريزستيفتي بتاثر كده فمن الاخر انت بتعملها كده هل الاي ريزستيفتي او لينس او اريا؟ لا يبقى كوليسترول. خش على اللي بعد. طبعا الريزستيفتي بتاثر طبعا زي ما اتفقنا اهي رو والال والاريا تصدق والله العظيم الرو اهي صباح الفل فتبقى انت عارف ان هي دايركت وطبعا اللينس دايركت وطبعا الاريا حبيب قلبي ايه انفرس خلاص. فعشان كده عاملين لها ايه انفرس الفاكتورز افكتنج بتاع يعني فاكتورز افكتنج يعني فاكتورز افكتنج الرو والال والايه يا رجاله والاريا بس خلاص. خش شاكوش يا جامد نكمل يا صاحبي ريزستيفتي او كوندكتيفتي بص ما بيهزروش هم ما بيهزروش هو ده اقصى الشمال فانت بتقول ان الار بتاثر ما مش هيحصل لها حاجه كونستنت ما فيش هنا من الاخر دول بيتاثروا بايه انت ماتيريال وايه تكتب كده عشان تخلص ماتيريال وتمبريتشر لو ما جابها لكش جرافات بيجيبها لك كلام مش عشان لازم بحفظ ما هو ككونسبت هو لازم يتفهم عشان لما اجيبها الكلام واشتغلك في الكلام محدش يصدقني خلاص. الاي زي ما اتفقنا مهزقه مش هتاثر في حد
لينس اريا مش هيأثروا والله العظيم برضو ولا في ريزيستيفتي ولا كوندكتيفتي كايند اوف ماتيريال وتمبريتشر بس. ففي الجراف مش هيعرف يجيب الا تمبريتشر والله في الجراف مش هيعرف يجيب الا تمبريتشر اهو. تمبريتشر بقى لما بتزيد حد فاكر الفايبريشن بيزيد فالكوليجن بيزيد فالريزيستيفتي بتزيد. فحبيب قلبي مين قال التمبريتشر بتزيد؟ الكيرف داخل لقدام يا صاحبي. فيبقى هم كل سنه وانت طيب ايه يا رجاله دايركت حلو. يبقى معاك كوندكتيفيتي نقول تاني التمبريتشر لما بتزيد مين قال؟ والله العظيم الكيرف داخل لقدام مش عارف يكتب ماتيريال هنا على فكره. خلاص تمبريتشر لما بتزيد دي بقى قبل اصلا حتى الريزيستيفيتي دي اقصى الشمال. تمبريتشر لما بتزيد يبقى بكل بساطه فايبريشن يزيد يبقى كوليجن بيزيد يبقى ريزيستيفيتي بتزيد حلو. يبقى كوندكتيفيتي هتزيد ولا هتقل؟ هتقل. فعشان كده عملتها انفرس هوبا اللانش يلا نفس الكلام تمبريتشر بقى بتزيد فننجز حالنا فريزيستيفتي بتزيد ايوه يبقى الريزيستر هت ايه هتزيد حلو يبقى هتزيد. طب ده بريزيستر يبقى هتزيد يبقى الاي اللي يحصل لها حد يقول لي ها الاي اقسم بالله هتقل حلو قوي يبقى الاي يا صاحبي هتقل عادي جدا تمبريتشر تزيد فايبريشن بص كتبهم لك سيكونس كلهم سبحان الله والله العظيم اديني كنت بجتهد فايبريشن اوف موليكولز هيزيد كوليجن ريت هيزيد الكوليجن هيزيد فالريزيستيفتي هتزيد والكوندكتيفتي هتقل وده معناه ان الريزيستر هتزيد والاي هتقل. فده شرح الهري ده كله حلو. تعالى بقى نقرا دول عشان دول ولاد لعيبه بجد قشطه ماشي صاحبي. بص يا صاحبي السلوب بتاعك هنا في البتاعه دي كلها ار ايه اللي حصل حبيب قلبي ادي الفي وادي الاي السلوب بتاعك يا صاحبي ار ماشي. ايه القرف اللي اتقال ده بقى؟ ليه الاسلوب بتاعك ار؟ الاسلوب بتاعك زي ما اتفقنا اكس على واي ولا واي على اكس واي على اكس حلو قوي. يعني انت من الاخر الباشا ده في والباشا ده حبيب قلبي مين يا رجاله اي حلو في على اي ده اللي هو مين يا صاحبي ها الار. فالاسلوب بتاعك زي ما اتفقنا ار حلو. لو الكيرف خلاص خلصنا الاسلوب بتاعك في كله ايه يا رجاله ار حلو. لو الكيرف عامل كده او الكيرف عامل كده او الكيرف عامل كده حلو. ازاي بقى بعرف؟ ما انت لما بسخن او لما ماشي اوكي بسخن معناها ان الريزيستيفتي بتزيد اهي خلاص ومعناها ان الريزيستر بتزيد. فهو ممكن يقول لك ادي كيرف وقول لي التمبريتشر ايه اللي بيحصل لها. فده اللي كنا بنقوله كونستنت تمبريتشر بتيجي بكونستنت سلوب. لكن لو لقيت انكريس في السلوب او ديكريس في السلوب معناها انكريس في التمبريتشر او ديكريس في التمبريتشر. لان هو من الاخر بيجيب الار معناها من الاخر. يعني مثلا انكريس في السلوب معناها انكريس في الريزيستنت وده معناه انكريس في الريزيستيفيتي وده معناه انكريس في التمبريتشر. وطبعا في المساله هيقول لك الباقي ايه كونستنت اللي هو اللينس والاريا ماشي. طب انا اعرف منين ان ده انكريس في السلوب حبيب قلبي؟ فين الانجل؟ وهو اصلا السلوب زي ما اتفقنا هو ايه يا صاحبي؟ ها تان سيتا حلو. تان سيتا بقى اني سيتا فين السيتا اللي انت بتتكلم عليها؟ السيتا اتفقنا مع اكس اكسس والباشا ده حلو. فالكيرف لما يكون عامل كده برضو ادي الاكس اكسس اهو انا عاملها لك قشطه وعامل لك هنا انجل صغيره وهنا انجل كبير عشان تفهم ان هو بيكبر. ده كده انكريس في السلوب معناها ان انكريس في التمبريتشر. ركز نقول تاني يعني ايه؟ يعني من الاخر دي كده انجل ومن الاخر دي كده صاحبي انجل. الانجل دلوقتي الكيرف انت واخد بالك ده كان قريب جدا من الاكس اكسس بعد كده هو قرب للاكس اكسس لان انت بتيجي تعمل اكس اكسس منها تاني. هو قرب للاكس اكسس ولا بيبعد عن الاكس اكسس؟ بيبعد عن الاكس اكسس. فصباح الفل يا صاحبي يبقى انا كده ايه ببعد يا صاحبي خلاص حلو. يبقى انا كده الانجل بتاعتك يا باشا ايه بتكبر يا جميل خلاص. ده انزل لك في الحصه تمام اللي هي بتاعت الايه الجرافات هديه مني ليك. خلصانه بالشياكه؟ خلصانه معايا. فنقدر نقول هوا وهو وادي هوا وهو الانجل ايه كبرت حلو. طب ما تيجي نلعب نعمل العكس. لو كيرف جالك كده ده معناه ان هو كان بادئ من الاكس اكسس بانجل كبيره. حد يقول لي برضو ادي الاكس اكسس هل انا ببعد عن الاكس اكسس ولا بقرب؟ بقرب. فالانجل يا صاحبي بقت ايه يا رجاله؟ بقت اصغر. الانجل بتصغر معناها ان السلوب اهي التان سيتا بتصغر معناها السلوب بيصغر. والسلوب ده اللي هو كان مين يا صاحبي؟ الار. والار اصلا مبدئيا لو هو هيسال على التمبريتشر فده معناه برضو ان هي تقدر تقول ان هي تديك لمين يا باشا تمبريتشر. فالانجل لو صغرت احفظ عادي جدا الانجل كده بتصغر والانجل كده بتكبر. فالانجل لو صغرت الاسلوب هيصغر وده معناه ان الار هتصغر وده معناه تكريس في الايه يا رجاله؟ في التمبريتشر. عشان ده اللي هيبقى السؤال اوكي. ما تيجي نلعب لعبه كده يا رب تكرهني فيها. افرض ابن اللعيبه ابن اللعيبه ماشي. انا هلغي ده وهقول لك ان هنا الاي وهنا حبيب قلبي الفي هنا الاي وهنا حبيب قلبي الفي. ما تيجي نهزر بقى مع بعض. على فكرة الكيرف ده 24 ساعة
تان سيتا، انا اكتب لك تحتيها تان سيتا بيكبر ده كده كده. اهي والله ايوه الاسلوب بتاعي بيكبر ده كده كده حلو. ايوه يعني سو معناها ان الاسلوب حبيب قلبي برضو بيكبر، ما فيهاش لان تان سيتا بيكبر هو الاسلوب حلو. بس انا عندي مشكله دلوقتي ان الاسلوب مش ار قشطه، عملت اي وفي كده ده الاسلوب مش ار. انت بتعمل ايه؟ تعال نجيب الاسلوب، ادي الاسلوب بتاع حضرتك اكس على واي ولا واي على اكس؟ ايوه واي على اكس. حلوه قوي واي على اكس. ايوه يعني عايز ايه يا صاحبي؟ اقول لك انا عايز ايه. واي على اكس معناها ان دلوقتي الواي هو الاي، هو الجزمه اللي غير الواي اكس زي الاي حبيب قلبي. وادي يا باشا الاكس هي البي الفي. حلو، اذا كان في على اي يديني ار، يبقى اي على في يديني ايه؟ ار ولا واحد على ار؟ 1 اوفر ار. حلو قوي. طب انا عايز اقول لك ان ده الاسلوب. اتفضل يا صاحبي اهو، احنا عندنا الاسلوب بتاعك كانجل زائد. حلو، ده بيحصل بقى لما الار اللي يحصل لها. برافو عليك، يبقى الار لازم تقل. خلي بالك دلوقتي مش كل حاجه اروح اقول ان هي ار، فدلوقتي بنعكس معايا ماشي. الاسلوب زاد يبقى الار هتزيد ولا الار هتقل؟ الار هتقل، عشان انا الاسلوب مش ايكوال ار. لو كان ايكوال ار كنت هكمل زي ما بعض لان هم يبقى دايركت، لكن هم دلوقتي دايركت ولا انفرس؟ انفرس على حسب كل مره والاسلوب بيطلع بايه. فاهمني يا جميل؟ اوكي، يبقى الار حبيب قلبي بتقل، يبقى ساعتها اكيد لو سال على التمبريتشر يبقى التمبريتشر بتقل ان هي ماشيه مع الار طبعا على حسب الفايبريشن، فساعتها مش تبقى انكريس تمبريتشر. هو دايما الحته دي بدل ما عامل كده هو انكريس في الانجل وانكريس في الاسلوب. بعد كده بقى شوف الاسلوب مع الحرف اللي هو طلبه يا جدعان. لو كان هو دايركت خلاص كمل، لكن لو هو انفرس هكذا. اوكي، تعالى التكرار بيعلم البقره. برضو ستيل هنا تان سيتا ما اقدرش اقول لك لا، هنا حبيب قلبي تان سيتا حبيب قلبي ما فيهاش تاتش في كل الاحوال. بدل عامله كده تان سيتا بيقل، نكمل. ده معناه يا صاحبي ان الاسلوب بتاعك بيزيد ولا بيقل؟ بيقل يا صاحبي، ما فيهاش تاتش، هما كده كده قد بعض. شوف بقى الاسلوب مع الدنيا ماشيه ازاي. شوف بقى انت عايز ايه. والله ده الراجل بيسال على التمبريتشر، يبقى انا لازم اروح اقول للار. والله ده الاسلوب اي وفي، يبقى الاسلوب بتاعك ايكوال واحد على ار. يبقى الاسلوب يا باشا لو بيقل الار هت ايه زي ما اتفقنا؟ هتزيد. حلو، يبقى الار يا صاحبي هتزيد. سو يا صاحبي التمبريتشر لازم تزيد. ما هو التمبريتشر لما تزيد يا صاحبي ها الفايبريشن هيزيد، فالكوليجن هيزيد، فالريزستيفتي هتزيد، فالريزيستان هتزيد. ومعناها ان الاسلوب هيقل عشان هو انفرس مع الاسلوب. تفهمني الكلام ده؟ اجاباتك ادي الاجابه بتاعتك بتبقى انكريز او ديكريز على حسب. الكلام ده هيجي لك في الكويزات يا صاحبي. خلصانه بالشياكه، لازم تبص على حصه الجراف. اوكي جاهزه يا حاجه؟ ماشي معايا ولا مع الاسف؟ صفحه جامده جدا. ماشي حبيب قلبي، نخش على اللي بعده بقى. اخر حته عندنا في المنكش يا صاحبي الريشيو. ماشي الريشيو بتاعت حضرتك لازم طبعا بالتدريب وبالهوم ورك بتمشي معانا واحده واحده. اتكلم معايا كده ار1 على ار2 ايكوال رو 1 على رو 2 طبعا عشان دايركت، والال دايركت، والاريا هي الوحيده اللي انفرس، هي الوحيده اللي شمال. مين يا صاحبي شمال؟ اريا. خلاص اتفقنا بقى الاريا تتفك باي ار سكوير، ادي الاريا بتاعتك باي ار سكوير. الباي هتطير مع الباي، ادي فكنا باي ار سكوير باي ار سكوير، والباي هتطير مع مين يا رجاله؟ مع الباي. بس ابص ايدك ار عاديه ولا ار سكوير؟ ار سكوير. بص اهي مكبله، بص القانون قد ايه والسكوير عامل ازاي، وكاتب لك اقسم بالله. بص يا رب تكون لاحظتها، السكوير والاريا ما فيهاش سكوير عشان في بقر بعيد عنك بيرزع مستر عمر ار سكوير، بيرزع السكوير في اي داهيه. اتفقنا نفس ريشيو الريديوس هو نفس ريشيو الديامتر. اتفقنا عشان نخلص منها، لو انا قلت لك ار2 ايكوال 2 ار1 حبيب قلبي يبقى ديامتر 2 ايكوال 2 ديامتر 1. اكيد مش هم نفس الرقم، ما انا عارف قشطه، بس هم ايه نفس الريشيو. خلاص ابوس ايدك ايه نعيش حياتنا نعملها. بس تاني اللي انا عملتها لكم، لو انا عندي ريديوس ب 10 تقدر تقول لي الديامتر بتاعك بكام يا قمر؟ ديامتر نمبر 1 ايكوال 20. حلو، طب لو انا ريديوس بتاعك ايكوال ريديوس 2 بقى ايكوال 20، يبقى الديامتر بتاعك ايكوال كام يا صاحبي؟ ها ديامتر 2 ايكوال حبيب قلبي كام؟ 40. حلو قوي. طيب هل انا عارف ان والله مش ثالثه ابتدائي انا حبيب قلبي الريديوس مش هو الديامتر؟ والله العظيم عارف، بس اعمل لي ريشيو كده حبيب قلبي 20 اوفر 10 ب 2 و 40 اوفر 20 برضه ب 2، فتقدر تبدلها. انا عمره ما بشتغلش بالديامتر، لو اداني ديامتر بعتبره كريشيو بالذات كريديوس. ريشيو الديامتر على طول بقول ان هو ريديوس، انا ما بشتغلش الا بالقانون ده. صباح الفل، خلصانه بالشياكه؟ خلصانه. لو سمحت ابوس ايديكو ديامتر ها؟ خلاص صباح الفل. طبعا كرقم لو اديك الرقم بتاع الديامتر حط قانون الديامتر او هات الريديوس برضو ايه وكمل. ماشي اخر حاجه برضو اللعب كم مره المليون، عندنا ثلاث حتت لعب في الاريا. اشتغل ثلاث حتت، يا اما ريديوس
يا اما ديامتر يا اما حبيب قلبي اللي جوه ايه الدنسيتي. اتفقنا بقى الدنسيتي ايه النظام؟ الدنسيتي يا صاحبي ايكوال ها مفاول خدناها في تانية ثانوي مفاول اتفقنا زحمه ها يعني مفاول القاعه مفوله ماشي ادي مفاول حلو. الفوليوم بقى اهو الراجل كاتب لك اهو رسمهم لك الفوليوم ايكوال زي ما اتفقنا الفوليوم ايكوال اريا فلينس اريا فلينس اريا فلينس قشطه. هتاخد الاريا دي وتكررها 1000 مره خلاص اهي امسك الاريا دي هات البيز اريا وكررها صاحبي فين في اللينس بتاعك هتجيب لك الفوليوم كله بتاع التيوب. فشلنا الفوليوم يا صاحبي وكتبنا اريا في ايه يا رجاله في لينس ادي اهي ادي الاوبشن بتاعنا بس بدل اريا في هايت هي المفروض اريا في هايت بس اريا في لينس بقى عشان ده اللينس اوف ذا واير ماشي. فنقدر نقول اريا في ايه في لينس. اتفقنا القانون بتاعك ها مال مال صح كده مال 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 اريا في لينس. فاتفقنا اهم حاجه في الدنيا الايه الفلوس والفلوس بتغير الايه النفوس خلصانه بالشياكه خلصانه. فاتفقنا مال انا بقى بعد كده اعمل ايه هو الراجل مش هيديني اريا طب هيديني مين هيديك دينستي. فاتفقنا نجيب الاريا لوحديها طبعا انا مش بحفظ انا مش بحفظ حافظنا ده ما بحفظش الفرعيات ابقى غبي قشطه لان هو ممكن يديني ايه يقول لي ريديوس ريشو بتاعه بكام انا مثلا لو عايز نعوض ريديوس او باي حاجه بقى اعرف قشطه. فلو سمحت ونترجم هو مش مديني اريا فانا بعوض بقى بايه مش هديه ريديوس بس مثلا بعوض باريا خلاص. فزي ما اتفقنا لو هو حسب المساله لان انا مش بس الاريا هي اللي بتتغير ممكن يغير في اللينس فبكل بساطه لو هو عايز الاريا ها مش احنا بنتعامل كذكرويه هات الاريا لوحديها وعوض في الثانيه فيها خلاص. ادي يا صاحبي الاريا اهي شيل الاريا فوق نزل الدينستي تحت فهتبقى ادي ماس على دينستي في ايه يا رجاله في لينس اريا طلعت فوق دينستي نزلت تحت فماس دينستي في لينس اهي. اتفقنا ان ده ايه متبل بس افرض انا في المساله مفيش لينس يبقى مفيش لينس وهو مديني الاريا يعني هو مديني ريشو الاريا يبقى هو عايز يعوض باللينس ويشيل اللي يحطه مكانه دينستي فاهمني يعني يا اما ما يجيبش الاريا واداك دينستي فاشيل الاريا واحط مكانها دينستي اهي شلت الاريا ها اهي معايا اريا فهاجي هنا واكتب اهي متبل اهي واكتب اهي متبل خلاص ماس على دينستي في اللينس اهي اقسم بالله ماس على دينستي في اللينس طبعا دي بتاعت 1 ودي بتاعت مين 2 اول ما تلاقي ماس حضرتك هتعوض. طيب هو بقى افرض مديني ريشو الاريا بس هتلاقي اللينس ما ادالكش فانا برضو عشان كده بقول لك ما تحفظش ايه قوانين لان دي غباوه وفي المعاصر بيشيل اللينس في سؤال فحبيب قلبي يبقى انا هي اللينس هي اللي تتحط فوق هجيبها لوحديها واعوض في الثانيه فيها خلاص وادخل الثانيه وادخلها في الثانيه فيها مش مشكله اللينس يطلع فوق فاللينس طلع فوق اهو ويتحط مكانه الدينستي ادي اهو ادي اهو ادي ماس خلاص ملبن بقى ولا مبل ما لا سوري ما بقى ماب ماب احنا ماب ايوه افتكرت خلاص قشطه. فاهي خلاص حطيت الدينستي مكان اللينس بدلتها فهتبقى ماس في دينستي في اريا واشيل ساعتها بقى طبعا ساعتها هيكون مديني الاريا فاهمني يعني دي هتكون معايا فدول اللي هيتشالوا وساعتها احط اهي ادي ماب قشطه ادي ماب ماب خلاص. وهنا برضو نفس القصه لكن انتوا تحبوا الاوروبيين ادي ماب ادي نمبر 2 وادي نمبر ايه يا رجاله 1 خلاص ساعتها اشيل دي واشيل دي وابدا ايه اعيش حياتي خلاص. فعلى حسب هو مديلك ايه تحفظ بقى والله ايوه مستر شال وحط قانون وعمل هنا ال سكوير هتلاقي المعاصر عامل هنا ال سكوير والمعاصر شخصيا هتلاقي عامل بقى تعويضه للاريا وتعويضه لو معيش اريا بعوض بيها وتعويضه لللينس. لكن ان انا اجي اعوض لك بحاجه معينه عشان يطلع لك قانون وبعد كده يبقى انت تحفظ قانونين تانيين ودي برضه بعد كده هنحتاج مال بعد كده انت لازم تكون عندك هذه المهاره يعني ما اقدرش والله العظيم مش كل حاجه لازم ابسط ولو بسطت اهي يا عم التبسيط اهي خلاص بس لو بسطت بغباوه يا جدعان يبقى والله العظيم هتتسوح يعني خلاص بقى بتوصل لمرحله ان انت بتتسوح خلاص ان انا الواد عايز ابقى غبي الواد عايز يبقى غبي لا مش قادر اشيل اللينس وانزل الدينستي فاهم مش قادر اشيل الاريا وانزل الدينستي فلو سمحت ابوس ايديكوا دي او دي يعني ها تبقى الموضوع بالنسبه لك في دماغك سهل. احنا كده خلصنا يا صاحبي ماشي شد حيلكم ربنا يوفقكم والخلاصه ربنا يوفقكم يا جدعان بخلص لك حاجات كتيره بجمع لك كل اللي انا ايه قلته ربنا يوفقك. السلام عليكم.